يا البنات، الموديل الاكثر مبيعا عند زاز جولد واللي كنا في العيد ما لقيناش ها هو توجد ان شاء الله بالوينات. وعرفتوا شحال البنات هاد الموديل البنات حتى هو هاد الموديل البنات. شوفوا لي هاد الرشيمه كي جات ما شاء الله. شوفوا لي ندوزوا للقنيضره البنات. شوفوا لي القنيضره هادي كي جات بهاد الطريزه البنات. شوفوا لي هذا ستيل البنات، الوينات الجداد اللي جاوا في القندوره. شوفوا لي الموديل ما شاء الله هذا البنات، القنيضرات اللي الجديد. شوفوا لي الستيل ديال الموديل هانتوما طريزات. كيمونو هذا البنات، كيمونو بالتنبات، ختموها بكسيوة 1000 ريال كادو للمتابعات ديالي. هاد الكسيوة كادو من عند زاز جولد للمتابعات ديالنا، عندنا فيها تقريبا يا بسم الله. اهلا وسهلا متابعي قناة العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد، وبلا شك عرفتوني اليوم فين رجعت بكم. رجعنا ان شاء الله لزاز جولد اللي كنا درنا المحل ولا الفرع الثالث ديالهم هنايا في جوهره. اليوم جينا حيت كاين الجديد وما شاء الله كان داز الافتتاح غزال وكانوا بزاف الناس. بعض الموديلات كانوا ما بقاش مع، كانت بقى ديك 3 ايام من العيد اللي منهم هذا الموديل هذا. راجعوا صوبوه بالتلوينات ديالو جداد وكاينه تشكيله جديده ان شاء الله والثمن المناسب. بالنسبه للمحل ولا محلات ولا معمل زاز جولد، هما حتى هما تيخدموا بالجمله وبالتقسيط. يعني الاثمنه غادي نقول لكم اليوم ان شاء الله ديال التقسيط. الناس تاع الجمله تواصل معاهم في الرقم الخاص بالجمله ان شاء الله. راه كاين التوصيل في المغرب كامل وكاين حتى خارج المغرب سواء بالتقسيط ولا سواء بالجمله. بالنسبه للمحل اللي حنا هنا فيه اليوم اللي غنصور لكم فيه هنا اللي في جوهره اللي كنا درنا له الافتتاح يعني في ديك 3 ايام الاخره اللي كانت بقات العيد هنايا في جوهره. نحاول نعطيكم غير نعت خفيف ان شاء الله باش تعرفوا. كاين المحل الثاني ولا عندهم محل في المعارف، كاين فرع في كراج علال وكاين فرع اللي في سيدي مومن حتى هو اللي في المعمل. المعمل راه فيه المحل هنايا، هذه هي جوهره. يعني هنا فين كاينه رومبو جوهره في الراس، منين كتهبطوا على الشارع اللي غادي يهبطكم بحال غادي غتهبطوا لوطوروت غادي تشوفوا هنايا. هذه قهوه ممتاز، ها انتم قهوه ممتاز في الهبطه ديال رومبو ديال جوهره. والمحل هو هذا اللي تيحلوا طيله الاسبوع، ما كيسدو حتى شي نهار من غير الجمعه في الصباح. يعني الجمعه في الصباح كيكونوا سادين تيحلوا ورا الظهر ان شاء الله يعني في العشيه، وكيحلوا من 10 ديال الصباح من 10 ديال الصباح حتى الليل. يعني هنا جوهره كتعرفوها كتبقى حاله. ونبداو ان شاء الله على بركه الله كيف العاده. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، باش نتوما ان شاء الله تذكروا تصليوا على النبي وحنا يباركنا الله في الفيديو ديالنا. ونقولوا بسم الله على بركه الله. السلام عليكم. سي سعيد كي داير؟ لاباس عليك؟ بخير، امورك مزيان؟ كي داز الافتتاح؟ كلشي بخير الحمد لله. ايوا الحمد لله، الحمد لله. مرحبا بك مره ثانيه، بارك الله فيك، ترحب بك الجنه. المستند الرسمي ديال زاز جولد. مرحبا 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 بكم. مرحبا سيدي، مرحبا. وليتو ولينا حنا الضيوف وانتم اهل الدار. الله يحفظك، الله يبارك فيك. هذا مرحبا بكم. محل محلنا. بارك الله فيك. الله يعطيك الخير. غبرنا شويه و على ما وجدتوا الجديد. ضروري ان شاء الله باذن الله تعالى. راه واخا كما نقولوا واخا غبرنا. أخبرنا على شي حاجه ان شاء الله اللي غادي تفرح المتابعين ديالنا ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله اللي فيهم جليبات وقفيطنات ان شاء الله والقنيضرات ينالوا الاعجاب ديال المتابعين ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله، اللهم يسر. نبداو على بركه الله. نبداو باول موديل من الجديد ديال زاز جولد اللي هي هذه الجلابه. هذه موديل تبارك الله البنات، كتجي فيه الطريزه هنايا ها انتوما شوفوا، وطريزه في الظهر ها هي. شوف توب كريب طايح بالعقيدات، كتكون في صاله ديالها مخزنيه ضغوه السيل ديالها كيف ما كتشوفوا، وفيها الالوان ومن ال حتى لدوبل اكس ال. والثمن ديالها كتبقى 249 درهم. ثمن 249 هذا ثمن تقسيط، ثمن جمله تواصلوا بالارقام اللي في الفيديو ان شاء الله. وبالنسبه للالوان اللي فيها، هذه بتلوينه فيها 6 الالوان، فيها هذا الغوج بريك هذا ها هو نتوما اييه، فيها هذا الموف هذا، حتى هذيك الطريزه كتمشي بالالوان، فيها هذا الاخضر هذا الملكي، وفيها النواغ ديالها اييه، النواغ مدوبل. راك تغلبسها النواغ البنات، ولكن كلكم غتبغيو النواغ. النواغ كاين بالعدد الكري، وفيها هذا الكري هذا، وكاين هذا اللون هذا، كاين هذا اللوين هذا القصبي هذا ها هو، هذا المفتوح من ال حتى ل 3 اكس ال و 249 درهم. كتبقى هاد الجلابه اول تشكيله في التشكيله الجديده ديال زاز جولد.
يا البنات الموديل الاكثر مبيعا عند زاز جولد واللي كنا في العيد ما لقيناش ها هو توجد ان شاء الله بالوينات. وعرفتوا شحال البنات هذه الجلابه؟ 249 درهم. ما بقاتش بداك الثمن اللي كانت به اللي 399 درهم، 249 درهم للمتابعات. شوفوا ما شاء الله الموديل كي جا، الكميمات مطروزين، طريزه لتحت كذلك، وفيها الالوان. عندنا في هذا الاصفر اللي لابسه خوله بالكري جغزال، وعندنا الفوشيا بالسيال حتى هي جات فنه. شوفوا لي انت بلاتي البيض، شوفوا لي هنا البنات القب راه مدوبل، القب حتى هو راه كيكون مدوبل. دوري خاوله تتوريهم ها نتوما، ها الموف كي جا القب كيجي مدوبل ها نتوما. شوفوا لي هذا الفيغ وهذا بالموف حتى هو كي جا 249 درهم، هذا ثمن تقسيط ثمن الجمله. مرحبا بكم ان شاء الله. شوفوا لي ها نتوما كاين هذا اللون هذا، كاين هذا الغوز هذا ها هو، وكاين هاد الكري هذا. اللي بغى الجمله يتواصل بالرقم اللي في الجمله. بالنسبه للصفر فيها جوج الالوان شفتوا ولا بحال بحال ياك واحد مغلوق شويه. ما شاء الله الثمن ديال الجمله تواصلوا بالرقم الخاص بالجمله ان شاء الله، وثمن تقسيط انا كنقول لكم في الفيديو. نشوفوا جلابه اخرى هي هاد الموديل البنات. شوفوا لي هاد الرشيمه كي جات ما شاء الله. شوفوا لي شفتوا ستيل الرشيمه كي جا نتوما. جلابه مخزنيه هذه سامبل. انا غنشرح لكم هذا الموديل عندنا فيه بزاف ديال الطبعات ولا بزاف ديال الطريزات. هذه اول طرزه، هذه جلابه اللي كتمشي هكا بليست خاص سامبل خفيفه. انا نشرح لكم ها نتوما شفتوا هذه راها واحد هكا كتكون مطبوعه هذه، شفتوا كيفاش كتجي وبليست خاص ديالها. وفي الكميمه حتى هذه كلها كتجي بليست خاص، فيها البلوغوا فيها داك الباج. شوفوا هذا شكل اخر، يعني فيها بزاف ديال 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 الرشمات ولا بزاف ديال الطرزات غير سكريني. وهذه حتى هي فيها الالوان. شوفوا لي هادو كيبقاو 350 درهم، 350 وكان الثمن ديالها 400 درهم البنات. 350 ها هو الثمن شفتوه، 399 درهم. ها هي للمتابعين ناقص 50 درهم الله يسخر. واخر زواقه هي هاد الموف شفتوا، فيها هاد التشكيله ديال الطريزات غير سكرينيو. دائما الجمله بوحدها والتقسيط الثمن ديالو هو تنقول لكم دابا. والموديل تبارك الله اللي كان عليه الطلب في رمضان وكان ما بقاش، وعاودوه لكم خصيصا وبتلوينه كامله. كانت تبقات فيه واحد التلوينه قليله، دابا صوبوه بتلوينه كامله. انا بحال هذه اللي خديت لبنتي في العيد البنات. فنه. شوفوا لي السيل ديالها ها هي. القب حتى هو مغلف فيه جوج ديال الالوان كيف ما كتشوفوا، الموف ديغادي ديالو جاغوز زوين. شوفوا هذه الفصاله ديال الكميمات ديالها كيفاش جاو انيقه. هاد الجلابه ديري خاوله هكا، شوفوا الكمام فين واصلين شفتوا، وهابطه دغوا. يعني واخا الكميمات طايحين الفصاله ديالهم جبليه، ولكن الفصاله دغوا كتلبس من الميديوم ولا من الال حتى لدوبل اكس ال كتلبس هاد الجلابه. وفيها تلوينه هذه راها طرزه كيف ما كتشوفوا، ها نتوما طريزه. ونشوفوا التلوينه ديال هاد الجلابه، في هاد الموف، فيها الصفر بالكري اللي كان عليه الطلب ما شاء الله، فيه الباج بالاحمر، فيها الباج بالاحمر ها نتوما، في هاد الكاشيري بالسيال ها هو، فيها هذا بحال داك السيال بالاصفر ها نتوما، فيها هاد الفيغ وهذا بالفوشيا. دائما تمن الجملة تواصلوا مع الرقم ديال محمد ياك، هو الرقم ديالك الجملة جازولي 19 مرحبا مرحبا. كراج علال فين كاين؟ في كراج علال زنقة السمارة، قرب قصرية الشمال. كاين فيها هاد الغوج بغيك بالخضر، كاين هاد الخضر بالسيال هذا، وكاين نواغ. أييه نواغ بالدوبل، ما بغيناش نلبسو النواغ لأن النواغ فيه الدوبل، وكنا لبسناه في الفيديو اللي فات 249 درهم. كتبقى حتى هاد الجلابه هادي. يلا مرحبا بكم ليا. غندوزو للقنيضره تاع البنات. شوفوا ليا القنيضره هادي كي جات بهاد الطريزه. الكميمات هذا قفيطين هكا بالكميمات عراض. شوفوا لا كوب ديال القفيطين كيفاش دايره، وفي هذوك الطريزات في الكتف البنات. شوفوا ليا الطريزات كيفاش جاوا ها نتوما. شوفوا ليا شوفوا ليا الطريزه ما شاء الله. شوفوا الطريزه كي جات نتوما شفتوا، هادي بطرزات هكا بطرز الحساب، كيجيو العقيدات الافتتاحات وفيها التلوينه 249 درهم، عوض 300 درهم تيبقى هاد القفطان هذا ولا هاد القنيطيره. والالوان في هاد الموف هذا بداك الفيغ او جغزال في الطريزه ديالو ها هو. عندنا في هاد الاخضر هذا، شوفوا ليا فيها الباج بالاورانج، شوفوا ليا الباج فيها النواغ بالكري جا النواغ.
فيها داك السيال بالفيشيا، فيها الاورانج ثاني بالكحل، هذاك الاحمر، الاحمر بالنوار، شتو تبارك الله. وفيها المقاسات حتى دوبل اكس ال، فيها المقاسات حتى دوبل اكس ال هذا القفطان هذا، وفيه العدد هذا من الموديلات الجداد، ثمن الجمله تواصلوا بالرقم الخاص بالجمله ان شاء الله. شوفوا لي هذا الموديل البنات، حتى هو من الجديد، شوفوا لي الموديل ما شاء الله كي جا. هانتوما هادو الكميمات، قفطان بكميمات فراشه للصيف ان شاء الله، مبرد مبرد البنات، وحتى لاكوب الجديد. شوفوا لي الستيل ديال الكميمات كيفاش جا، جا ستيل على ستيل فراشه هكا موسلين. نتوما الستيل ديالو كيفاش كيجي، شفتوا الكميمات كيجيو على ستيل فراشه هكا موسلين، ما تيبينش، وفيها واحد التلوينه رائعه. هذه حتى هي من اخر كوليكسيون عند زاز جولد. شوفوا لي النوار ديالها كيفاش جا، نفس المقاسات من ال حتى دوبل اكس ال. خاصكم ديروا الطروات الدبيديبات ما يلبسوش مع زاز جولد، زعما الدبيديبات ما يلبسوش مع زاز جولد، ما عندناش طروه. بالنسبه للمضرب بعد اللي طايب فيه يعني الام ولا ال والاكس ال والدوبل اكس ال، يعني اربعه ديال اللي طايب. وفينا هو الطروه اكس ال؟ الطروه اكس ال ان شاء الله اذا بغيتو نصايبوها ان شاء الله. لا ضروري ديروا لنا الطروه اكس ال في الموديلات ديال زاز جولد، حنا نلبسوا. انا دابا هنا، انا هنا دابا السفيره ديال الدبيديبات، يا كلشي خصو يلبس. ايوا الله يعطيك الصحة، ايوا مزيان ملي تفكرتوا في هذه القضية، ديروا لنا الدبيديبات حتى حنا نلبسوا، حتى حنا صحاب الطروة والكات اكس ال بغينا نلبسوا بحال هذا الموديل، بغينا نلبسوا بحال هاد الجليلبات هادو اللي ورينا، صافي وعد ان شاء الله المرة الجاية الله يسخر موجودين ان شاء الله. الشيء الحصري الله يسخر. هي الجديدة البنات القنيضيرات اللي الجديد، شوفوا لي الستيل ديال الموديل. ها انتوما طريزات، هادي دايرين طريزة في الدار هكا كيف ما كتشوفوا، شوفوا لي الستيل ديالها. هادو قنيضيرات تخرجي بهم انهم ستيل جلابه قندوره، ديك العوينه في الظهر والفصاله ديالهم ديري هكا خاوله، شوفوا بعدا لا كوب ديالها كيفاش كتجي. ها انتوما والجياب تاهما هكا فيهم هاد الطريزه هادي من هنايا كيف ما كتشوفوا. ونشوفوا الالوان اللي فيها من ال حتى لدوبل اكس ال. يلا البنات اللي بغات تروى اكس ال والكات تكتبوا لنا في التعاليق. الكحل ديما كيديروه بالدوبل، يلا ان شاء الله. فيه هاد اللوين باج، هذا هاد المسكي، هذا فيه الغوز، وفيه هاد الياجوري هذا. هانتوما هادو الثمن ديالهم 249 درهم حتى هادو. البنات اللي بغات الكاطو 3 اكس ال تكتب لنا في التعاليق حتى انا باش يديروا لنا حتى حنا الفيديو الجاي ان شاء الله، يديروا لنا الطايات الكبار باش نلبسوا كاملين. الاخر البنات شوفوا لي هذا ستيل، حتى هو هكا قنيضرات بالكميمات عراض، شوفوا الستيل ديال القندوره، حتى هو 249 درهم. كتبقى هاد القندوره هذه فيها الالوان، كيجيو فيها هكا الكميمات عراض. هانتوما الطريزه اللي فيها بالثوب ديال الكريب، هانتوما الطريزه وكذلك السفيفه هنايا تفسدرتها، هي كاينه فيها الطريزه كيف ما كتشوفوا. هانتوما الطريزه هنايا كذلك، ندير هنايا بحال الطرز ديال الحساب، شفتوا كيفاش مخدومه هنايا. وفيها الالوان اللي لابسه خاوله الاورانج بالكحل، فيها هذا السيال هذا بالنوار موف بالكحل، في هذا الاخضر هذا، وفيها النوار، خمسه ديال الالوان في هذه القندوره هذه. البنات اللوينات جداد اللي جاوا في القندوره، شوفوا لي الموديل ما شاء الله، هذا حتى هو من الموديلات الحصريين ديال زاز جولد. شوفوا لي هانتوما، وفيها الالوان اللي جاوا فيها جديده، هذه حتى هي كتجي بثوب الكريب، كيجيو هكايا الطريزات، كيجيو العقيدات، الجياف هذا السيل هذا كيف ما كتشوفوا. هانتوما عندنا فيها هذا اللون، عندنا فيها الموف، عندنا فيها البيج، عندنا فيها الاخضر، عندنا في هذا الفيغ هذا، عندنا فيها السيال، عندنا في هذا الاورانج هذا، وكاين هذا الفيغ هذا حتى هو هانتوما، هذا الاخضر هذا، كاين هذا الموطارد مغلوق، هذه ستوندار، هذه ما فيهاش لي طاي، تتلبس ستوندار حتى دوبل اكس ال. هانتوما كتشوفوها راه خاوله كتلبس الال اكس ال، راه جاتها لارج، يعني كتلبس المقاسات كاملين. المقاسات ديال البنات كيلبسوا ستوندار، المقاسات اللي كيلبسوا هاد القنيضرات هادو. الجلابه اللون في اللون البنات بالطرزه، بالنسبه للقندوره اللي كانت لابسه خاوله قبل ما قلت لكم الثمن 249 درهم حتى هي. شوفوا لي الجليلبه اللون في اللون، حتى هو كان عليه الطلب في العيد. ها انتم البنات الطريزه كتجي هكا بهاد الطريزه هادي كيف ما كتشوفوا، كاينين جوج طرزات، الكميمات حتى هما مطروزين، كتجي مخزنيه في الفصاله ديالها.
عندنا فيها الالوان 249، فيها هذا الكحل، فيها البيج، فيها الموف، فيها الابيض، فيها سيال، فيها الكاشيري، فيها هذا الفيغ هذا، وفيها الاحمر. ها الطرزه الثانيه البنات، الطرزه اللي لابسه خوله هذه نفسها، هذه الثانيه، الثانيه هي هذه ديال الورد، عندها غير ثمن حتى هي فات اللوينه ديال هادو، ثمن التقسيط وثمن الجمله دائما في الرقم الخاص بالجمله ان شاء الله. وجدت الجلابه هاد العقيدات حتى هي توفرت باللوينات كاملين و249 درهم البنات. شوفوا لي جلابه العقيدات اللي تبارك الله حتى هي في العيد ما لقاوهاش الناس، لان اصلا كانوا فيها اللوينات محدودين. انتما كتجيب العقيدات كيجي القب هكا في جوج الالوان، والكميمات حتى هما فيهم جوج الالوان، والعقيدات من هنا، والعقيدات نص السوق بحال هكا، والافتتاحات واللوينات اللي جاوا فيها، فيها هذا الموف هذا، فيها داك الصفر بالكري، فيها هذا الغوز، كتجي مخزانيه. واليوم اللي فيها حتى الكات اكس ال، هاد الجلابه هادي راه فيها الطرو وفيها الكات اكس ال، كيف ما وعدناكم في الفيديو اللي فات بانها غتكون واجده في طايات كبار، فيها حتى الكات اكس ال ان شاء الله 249 درهم. 14 لون والمقاسات الكبار، والمقاسات الكبار حتى الكات اكس ال، يعني كل شيء يلبس. والنواغ، والنواغ راه مدوبل و249 درهم. كاينه حتى التكشيطه البنات، القفطان هذا كاينه حتى القفطان. ها هو شوفوا لي هذا الموديل البنات، شوفوا لي الموديل، طريزات كلها هابطه، هذه بالصم الباطو، والطريزات كذلك، والخدمه الكاتر في المجناب، الطول شوفوا تبارك الله الطول اللي فيهم، 1000 درهم كيبقاو هاد اللبسات هادو، ولا هاد القنيطره، ولا هاد القفاطن. هذا قفطان كيف ما كتشوفوا 1000 درهم، ها هو بالسفيفه وبالكاتر فيل، وفيهم المقاسات من 26 حتى 31 في 4 السدرياك حتى 31. ها نتوما كاين بزاف الموديلات هنا حاطين غير هكا مودرات اللي بغات تكاش حتى هما. الجمله راه ثمن بوحدو، هذا ثمن ديال التقسيط. هادو قلتي لي خادمهم على يدك، مخدومه خدمه ديال اليد بدوك الدرس، بالدرس شفتو. اها واخا كاينه هذه اللي ملبوسه هنايا، ها هي حتى هي 1000 درهم. ها نتوما كاينه هنايا حتى هي بالحجر وبالصم، هذه مطروزه بالتنبات وبالحجر اللوزه. العقيدات الدرس كاين هذا الموديل هذا، ها واحد كاين هذا الموديل هذا، راه فيه اللوان، ها البوردو ديالو، عطيني الالوان في هذا البوردو. لا عطيني هذا، واخا سير ماشي مشكل، هذه عامره حتى هي كتجي كلوش، هذه راه بالصقل اللي مزيانه، وحتى في الظهر مطروزه، ها هي 1000 درهم، فيها البوردو ديالها، ها هو فيها البلونكاسي ديال هذا، فيها البلونكاسي ديما الخدمه في الظهر كما العاده، فيها عاوتاني هاد الزواقه هذه، اييه ها البوردو هادي اللي ملبوسه، هادي بحال لابسه خاوله، اللي لابسه كاين فيها زواقات اخرين ثاني. هانتوما شيهم، كاينه هاد الطريزه هادي شوفوا ليا، وهادي بحال لابسه خاوله في البلو، في البلوغوا، شوفوا الخدمه، مخدومين صراحه، مخدومين متقون، مخدومين زوينين بحال الخدمه دياريه شفتوا. هانتوما واللي بغى فيهم الجمله كذلك يتواصل بالرقم الخاص بالجمله. من هاد الموديلات اللي كتكون عند دائما زاز جولد، ها نتوما البنات هادو راه بالتنبات هكا باليد، وفيهم ستيلات، هذا كيجي غير كيمونو بوحدو هكا، كيبقى اليوم 350 درهم، وفيه حتى طريزات في الكمام. ها نتوما فيه طريزه هنا، طريزه هنايا، وطريزه في الصدر، وجوج طريزات لتحت، الافتتاحات في الجناب، هاد اللون مخدوم هكا بالنوار كيف ما كتشوفوا. وعندنا فيه الالوان، فيه هاد اللون اللي ملبوس، وكاين فيه دو بياس، هذا كتجي دو بياس، انا نوريكم، هذا دو بياس، هذا فيه اللي فيه لبسه خاوله، فيه بياسه وحده، هذا فيه جوج كتجي. نشوف هذه كيفاش كتجي، كتجي هكا بلا لي مونش، كتجي بحال هذا الستيل هكا، فيه هذاك الهدب، وحتى داك اللوو ديالو حتى هو فيه الهدب، حتى هو بالتنبات، فيه هذا الفيغ، وهذا فيه هذا الكاشيري، هذا موديل، هذا دو بياس شحال كيبقى؟ هاد دو بياس شحال كيبقى؟ هذا دو بياس كيبقى ب 400، واللي لابسه خوله كيبقى ب 350، اللي فيه هذا اللون، فيه سيال، هذا راه تنبيته باليد، كلهم بجوج ديال كوريا، وكذلك فيه هذا الزيتي هذا، هذا كيبقى ب 350، واللي دو بياس بحال هذا نوريهم خوله، هو هذا كيبقى ان شاء الله. ها انتوما شوفوا لي هذا، هذا هو اللي شتي قبيله، هذا كيبقى ب 400 درهم، الصفه التاليه، هاي الشيء كيدير الخدمه، اي هذا كيبقى ب 400 درهم، ها هو. وكاين الموديل الثالث اللي هو هذا، حتى هو كيجي هكا كيمونو،
بالتنبات وكيجي هكا بهاد ديباردور هكا وبالسروال العريض وكتجي الطرزه هنايا. هادو حتى هما كاينين، انا غنوريكم اللوينات اللي فيهم. شفتوا كيجي هذا 3 بياس، هذا بشحال كيمشي هذا 3 بياس؟ كلشي ثمن 400 درهم، حتى هو 400 درهم. هذا فيه الغوز بالنسبه للكيمونو، نوريكم اللوينات اللي فيه. فيه هذا الخضر هذا، وفيه هذا الخضر والغوز اللي ملبوس، فيه ثلاثه ديال اللوينات، كيبقى حتى هو دو بياس ان شاء الله ب 400 درهم. وغادي نختموا بواحد الكسيوه كادو للمتابع، ختموها بكسيوه 1000 ريال كادو للمتابعات ديالي. هاد الكسيوه كادو من عند زاز جولد للمتابعات ديالنا، عندنا فيها تقريبا واحد 40 بياسه، ياك شحال فيها؟ 70 70 حبه، يعني بين هنا وبين كراج علان ان شاء الله، ولكن هنا غادي تكون، يعني الناس اللي غادي هنا غادي تستافد 70 حبه من هاد الكسوه هادي ان شاء الله ب 50 درهم. هادي كادو، هادي فابور للمتابعات ديالي. 150 درهم الجمله، 150 1000 ريال، 1000 ريال كادو. كسيوه انتم كما كتشوفوا كتجي طويله من الظهر قصيره من القدام بالجياب. هادو هما الكسيوات دابا الصيف طوندونس بالثوب ديال الكريب البنات، وعندنا فيها الالوان، فيها هذا اللون دابا كلشي غيبغي لكم الازرق. شوف حط عليك اخاولا، حط عليك، شوفوا الالوان كلهم زوينين. ها انتم اللي تلبس راه زوين. 50 درهم البنات باش ما يسمعونيش الناس اللي واقفين اللور، تجيو كاملين 1000 ريال. ها الغوز، ها هو شوفوا ليا ايا في هذا الباج هذا، ها هي 1000 ريال البنات حيت الناس واقفين ورايا. في هذا الزواقه هذا الغوز هذا، وفيها هذا الاخضر هذا. يلا بالصحه والراحه، ختامها كادو للمتابعات ديالنا. شكرا سي سعيد على الكادو للمتابعين، الكسوه الاولى البيسه ديال 1000 ريال ديال البنات غير كادو ليكم. وشكرا الجزولي حتى هو كراج علال، الناس تاع الجمله مرحبا بكم، والناس تاع التقسيط كذلك مرحبا بكم. اصلا زازا جولد كانوا كيبيعوا غير بالجمله، دابا حلوا فروع ديال التقسيط، مرحبا بكم كاملين. بكل فرح شكرا لاله لطيفه، القناه ديال العثمانيات كما قلنا في الاول المساند الرسمي ديالنا. بارك الله فيك، فرصه سعيده مره اخرى. عندي واحد الاعتذار، هذا الصراحه كنت غنديرو في الاول ولكن خليته من الافضل حتى الاخر. كنعتذروا للمتابعين اللي ديال سميتو اللي في اللي درنا الافتتاح ديال الافتتاح، صراحه ما قديناش صراحه باش نجاوبوا الكم الهائل ديال المتابعين، كنعتذروا ولكن ان شاء الله دابا حنا ان شاء الله باذن الله مستعدين حيت كان الوقت بعدا محدود، ثلاث ايام ما كانش توصيل. وي كان المشكل ديال التوصيل، والصراحه كان شويه ديال الضغط صراحه هذيك الوقيته. دابا الحمد لله حنا يعني مستعدين، وكنتمنوا ما نكونوش ثقال على 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 المتابعين. لا لا خفاف ان شاء الله، ونتمنوا من نتمنوا نكونوا زعما لنا الاختيار ديال الموديلات وديك الشيء. وباقيين كاينين الموديلات ان شاء الله، باقيين غيجيو الموديلات ان شاء الله، اللهم يسر. يعني انتظرونا ان شاء الله عما قريب ان شاء الله، واحد الشهر ان شاء الله يكون واحد الكوليكسيون عاوتاني جديده ان شاء الله باذن الله تعالى. وشكرا لك مره اخرى، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فرصه سعيده ان شاء الله. قليل لا، ونشكر الانسه خولتي هي كضرب معنا تماره، تبارك الله عليها بطبيعه الحال صراحه كضرب معنا تماره واقع. شكرا لك بارك الله فيك، ونشوف ان شاء الله فيديو جاي ان شاء الله، فيديو جديد ان شاء الله في امان الله. في سي شاكر الجزولي كراج علان حتى هو الصراحه كيتسنى منا حتى هو شي فيديو تما ان شاء الله ان شاء الله، وراه استافد في الفيديو اللي فات تبارك الله، الناس مشاو تما تقضاو الجمله. حنا كنديروا التليفون ديالو هو الاول من فوق من الزنقه هو الاول. مرحبا مرحبا مرحبا، الله يسخر الديطا يجي مرحبا لهنا. مرحبا مرحبا، بارك الله فيك وشكرا، والسلام عليكم. الفيديو جاي ان شاء الله في امان الله، بسلامه.